صدارتنا والشوط الثالث من أولى جولات ميدان المطار. المراتب الثانية كان عتيق حليم مع كريم شعبان، ونجم الليل بالمراتب الثالثة مع عمر الحسون. أبو العدان وأبو الياس يتوجون كؤوس المجموعة الثالثة بتصفيق حامي بطل هذا الشوط. ما شاء الله تبارك الله، وده تصفيق للشيخ الهلال بن هلال الدين وجليلة بنت الفانتوم ونيل ملك الطفل يحيى زين الغريفات مدربين الصبلات أبو يحيى. قيادة كانت للخيال والفارس الكبير محمد النادر. فايز يستاهل، زقفوله زقفوله زقفوله، شيل يا طويل العمر شيل يا فايز شيل. مبروك ابو حميد، حبيب ابو حميد ما شاء الله عليه، وصلى على سيدنا محمد.